صورة التعليم في السودان كخدمة أساسية وحتمية لا تختلف كثيرا عن غيرها من صور الخدمات الأخرى التي لحقت بها أضرار بليغة جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية منذ العام 1997، وتدخل الأضرار هنا في الصميم الإنساني لاعتبار جوهر بناء العقل والتنمية البشرية اللازم لإحداث أي حالة استقرار اجتماعي في هذا البلد الذي ظل يعاني من ويلات الحرب الأهلية طوال ما يزيد عن نصف قرن من الزمان. وإن تعدت هذه العقوبات الأحادية الحكومة إلى الفرد، فإنها قطعاً لن تتوقف عند حدود الأبحاث العلمية، وإنما كان عليها أيضاً أن تدخل إلى صميم ولب العملية التعليمية ككل، والتي تضررت بتوقف المناهج عند حدود البدايات والمعارف الأولية بالهندسة في مجالات متعددة تلتقي جميعها وتتفرق عند الوصف المهني في تكنولوجيا التعليم وما كانت ترمي إليه السياسات التنموية الكلية في هذا البلد في التعليم الصناعي والمهني. فكيف يبدو الوضع هناك الآن؟ القوانين الدولية تكفل لجميع الطلاب على مستوى العالم تلقي نفس مستوى التعليم أو الخدمات التعليمية أو طرق زيادة المعرفة، وهذه أشياء يعني اليونسكو وغيرها تضمنها لكل طلاب العالم. طلاب السودان يعني ممنوعين من هذه الميز الكثيرة جدا من الحصول على المراجع العلمية المجانية التي توفرها كثير من المراكز البحثية الدولية أو التواصل مع المراكز البحثية الدولية نسبة للعقوبات، إلى أن نقول أنه لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت بصورة كبيرة جدا في تشهيل جيل كامل من 97 إلى هذه السنة. ليس أبعد من المقدمات وقليل من المهارات التي لا تقدم الجرعات الكافية لأبناء السودان الطلاب في المدارس الثانوية. هل المقصود من العقوبات الاقتصادية الأمريكية أن تبقي هذه الأجيال بعيدة عن أي حالة مواكبة لما يستجد ويطرأ في مجال تقانة المعلومات، أم أن لهذا الأمر تفسيرا آخر؟ بعض المقاطعات اللي حصلت من العالم الخارجي بالذات الولايات المتحدة الأمريكية أصبح في نقص ورجوع إلى القهقري لورا. نفس الماكينات والآليات الدرسوها بالطلبة في التسعينات وفي السبعينات وفي بداية الألفينات نفس الآليات والمعدات، بينما العالم تطور ومشى لقدام. يعني الآن نحن الطالب اللي من يتخرج من مدرستنا من يمشي في ميادين العمل بيتفاجئ أشياء كثيرة جدا، بيلقى العالم وصل في التطور لمراحل عالية جدا، بينما هو الشيء اللي بيدرسه الآن داخل الورش أشياء قديمة عفى عليها الزمن. لم يعد التعليم العالي في السودان بشكله الراهن يحتفل كثيرا بفخامة المعمار وزخرفة الشهادات الكبيرة، بل بات يهتم بالنتائج المتقدمة على مستوى العلوم التطبيقية وقياسا على ما يتلقاه هؤلاء الطلاب في دراساتهم الجامعية وفوق الجامعية. هل كل شيء على ما يرام هنا في هذه الجامعات السودانية؟ العهدة العلمية هي من أسوأ الأشياء التي تضرب مجتمع علمي، خاصة إذا انعزلت عن مراكز التقدم في العالم، فهي مسألة مضرة. فلذلك كل هذه العوامل
تثبت لنا أن فعلا المخاطرة الأمريكية ذات أثر بعيد كما ذكرنا مباشر ومباشر على العملية التعليمية في السودان. وتزداد وطأة العقوبات الأمريكية في مجال التعليم. عندما يحدثك أستاذ جامعي عن مدى معاناته وهو يدرس طلابه علوما تطبيقية عبر الشروح النظرية بالوصف، ويكون مطالبا المرء في هذه الحالة أن يعيد تخيل العالم المادي على نحو أدبي أكثر رومانسية، إلا أنه لن يكون علينا هنا سوى أن نقول إنهم يدرسون علوم الجمارك في الموانئ نظريا ببساطة، لأن واشنطن تمنع عنهم المحاكيات وكل تكنولوجيا التعليم. في كلية الاقتصاد في جامعة البحر الأحمر يمكن عندنا تخصص فريد اللي هو اقتصاديات النقل البحري، وهو معني بدراسة الجوانب الاقتصادية والتجارية الخاصة بالمواني والتشغيل الاقتصادي تحديدا للمواني والسفن. نحتاج في بعض الأحيان لأننا نستخدم بعض المعاملات أو المحاكيات، كل الأجهزة المتاحة في هذه المعامل اللي هي معمل المحاكيات في أغلب الأحوال كذلك نشتريها من الخارج، والحفار كذلك يعني يقيد من مقدرتنا في أننا نتحصل على هذه المعامل. لا تحتمل دراسات الهندسة الطبية أن تكون ضمن المجالات التي يشملها هذا الحظر الأمريكي، لكون أنها لا تنتمي إلى عائلة العلوم السياسية ذات الصلة بالأيديولوجيا أو المواقف السياسية المتعارضة مع ما يراه هذا الأمريكي من مهددات أمنية ستطال أمنه القومي يوما. الهندسة الطبية في معناها البسيط أن يكون لدينا وفي معيتنا من يستطيع إعادة تشغيل هذا الجهاز الحساس أو ذاك داخل مستشفياتنا أو معاملنا التي تخدم ملايين الناس في التشخيص والعلاج. كان التأثير بالغ في كل مجالات التدريب، من ناحية إذا كان تدريب عاملي بالنسبة للكوادر العاملة، ومن ناحية التدريب الأكاديمي بالنسبة لأساتذة الجامعات والطلبة المتخرجين في المجالات الصحية المختلفة. وما آل إليه الحال في مجال هندسة الطاقة لا يختلف كثيرا عما لحق بالقطاعات الهندسية الأخرى. لك أن تتصور أن هذا المعمل الذي يبدو كمعرض تجاري أنيق ما هو إلا معمل قامت بجلبه إحدى الشركات الفرنسية العاملة في مجال الكهرباء بالسدود السودانية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، ولم يتم تشغيله لعدم تمكن هذه الشركة من القفز فوق الإجراءات العقابية الأمريكية. وكيف كان حال المعمل البديل الذي يعمل بالفعل الآن؟ نحن الآن في معمل العمليات الموحدة اللي هو اليونت أوبريشن، وده بيعتبر من أهم المعامل في قسم الهندسة الكيميائية، وفي العديد من التجارب اللي علاقة بالصناعة. وهو الجهاز اللي قدامنا ده هو عبارة عن الديستيليشن كولم اللي هو بيستخدم في عمليات الفصل، شبيه لمصفى الشغل يتم فيه المصفى. الجهاز ده يعني كان فيه إشكالية من العام 2007 فلم يتم تشغيله إلا قبل عام، نسبة للحصار المفروض علينا من الوصول إلى بورسودان وتشغيل الجهاز وتدريب العاملين عليه. الزراعة هي الأخرى لم تنج من رشاش هذه العقوبات الأحادية القسرية في مجال الأبحاث ذات الصلة بالتنوع الأحيائي الحيوي، حيث لا تزال أبحاث الذرة الرفيعة بأنواعها المختلفة تراوح مكانها ليواجه هذا القطاع الحيوي في السودان مخاطر التبعية للمعامل الفرعية التي لا تملك اتصالا مباشرا بمراكز البحث والتطوير الأحيائي في الولايات المتحدة الأمريكية،
التي تتمترس خلف قوانين الملكية الفكرية الدولية ولوائح وزارة الخزانة الأمريكية. وأنا أعتقد السودان ساهم ببعض الحاصلات الزراعية اللي هي تعتبر مورد رئيسي في هذه المنطقة. وأذكر بأنني ذهبت إلى جامعة تكساس A&M وفيها وجدنا الأصول الوراثية للذرة، ومعلوم تماما في العالم إنه أصناف الذرة الأصول بتاعتها الهضبة الحبشية وشرق السودان، ويمكن دي واحدة من الأشياء التي تدلل على أساس إنه في كل محصول من محاصيل المقومات الوراثية بتاعتها هي التي يمكن تم حفظها. الآن نحن عندما نفقد أي أصل من الأصول من الصعوبة جدا إنك ترجع حتى للمناطق القديمة وتجدها، لأنه ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل التي مرت عليها بعض المناطق حرمتهم من بعض الأصول الوراثية، ونضطر نرجع إلى بعض المراكز العالمية لجلب ما أعطيناه لها قبل سنوات طويلة. كانت أبرز تحديات الحصار الاقتصادي الأمريكي أمام المجتمعات المحلية في السودان أن تتمكن من تطوير قدراتها الذاتية في مجال الأبحاث العلمية الخاصة بالزحف الصحراوي الذي بدأ في تدمير البيئة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ولا تزال آثاره تتحرك باتجاه منطقة حزام الصمغ العربي على أهميته الكبيرة في الصناعة على نطاق العالم. ويتطلب تطوير الأبحاث واقعا أفضل مما تم فرضه على هذا البلد من قبل واشنطن ومن يشاركونها في هذا الإجراء التعسفي الكبير. المقاطعة طبعا تأثيرها كان على القطاع بتاع الغابات تأثير كبير جدا فيما يتعلق بالمعدات بتاعت البحوث. طبعا في بحوث علمية بتحصل في جامعة الخرطوم بشكل عام وكلية الغابات، كثير من المحتاج لها للمعامل تأثرت طبعا نتيجة للحظر، وحتى لما الناس يتحصلوا عليها بيتحصلوا عليها بصعوبة بطرق يعني فيها صعوبة وفيها مرات تكلفة عالية جدا. الإتاحة بتاعت الدوريات العلمية برضو ما لم تكون أشياء متاحة في الميديا عندنا الإنترنت وغيرها بيكون في صعوبة على الوصول على الأشياء المواكبة تماما في مجال البحث العلمي. ترى ما هي جدوى هذا المعمل الذي يخدم 2000 طالب في مجال علوم البحار من غير أن يتم تحديث هذه المعدات ورفع الحظر الأمريكي عن مدخلات التعليم العالي المتخصص؟ من جانب المعامل عندنا بعض الأجهزة الآن نحن نحتاجها في مجال تقدير العمر للأسماك، كماكينات بوهلر اللي هو جرايندر امبوليشر للتلميع والصنفرة لأحجار الأذن في الأسماك. هذه الماكينات هي أمريكية صرفة وما نقدر نتحصل عليها سواء كان للسودان مباشرة أو خلافه. من غير أن تتطور أبحاث التنمية المستدامة وتتحرك هذه المعامل باتجاه بناء بدائلها الوطنية الناجزة في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والتعليم، تكون هذه الإجراءات الأمريكية الأحادية بمثابة دعوة مفتوحة لعودة القرون الوسطى الظلامية لهذا العالم، والسلم والأمن الدوليان تصنعهما الأخلاق قبل أي معرفة تقليدية أو تكنولوجيا.
هل بإمكاننا الآن أن نحلم بعودة الأخلاق إلى القوانين والمواثيق الدولية لترفع ما وضعته العقوبات الأمريكية الأحادية على السودان؟